بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ سيف، هذا المكان يعني له قصه معينه تحفظها؟ والله هذا المكان يعني له مسمى او سدره، هذا المقابله يعني اصبح الناس متعارف عليه، يسموها سدره الشيوخ. هو ما شاء الله. اي، وش سبب التسميه؟ سبب التسميه انه كان اللي هو يعني اسره من الشيوخ بين فتره وفتره يعني يطلعوا يغيروا جو ويجلسوا تحت هذا السدرة ما شاء الله، ويتغدوا تحتها. واللي عنده حب اللي هو ممارسة الرماية كان يرمي في هذا المكان، بحكم انه مكان خالي من السكان وبعيد عن اللي هو المساكن. نعم، جميل. فلذلك سميت اللي هو سدرة الشيوخ. سدرة الشيوخ أصبح الاسم مشتهر بها. نعم. طبعا المكان هذا مثل ما تشوف فيه اللي هو أشجار الغاف. فلذلك اللي هو الغور أو الشعبة هذا اللي موجودة هنا تسمى شعبة الغاف. وش الغاف؟ ما شاء الله كأنه محلوق له، يعني نظيف. إيه، الغاف يعني معروف من الأشجار المعمرة. إيه، جميل ما شاء الله. من الأشجار المعمرة والأشجار الجميلة والتي تورك في الفترة هذه من السنة. نعم ما شاء الله، جميل. نعم، جزاك الله خير، بارك الله فيك.